مباراة هتكون مهمة جدا قدام حضراتكم، تدريبات النادي الأهلي اللي شغالة في الوقت الحالي واللي بدأت من الساعة 9:30 على ملعب مختار التتش. طيب تعالوا بقى نروح للأخبار الخاصة بفريق كرة القدم وبعض التصريحات اللي أدلى بيها مسؤول أو المسؤولين الفنيين في النادي الأهلي والكابتن سامي قمصان، وتصريحه وكلامه وأول تصريحه أول خبر موجود معانا إن الكابتن سامي قمصان بيقول الأهلي تجاوز محطة صعبة نحو التتويج بالدوري، وينتظروا 4 محطات لا تقل صعوبة ولا أهمية عن المباراة الأخيرة. كابتن سامي قال إن الأهلي تجاوز مرحلة كبيرة من المحطات الصعبة في بطولة الدوري العام بعد الفوز على نادي سموحة بهدف مقابل 0، وبيؤكد إن في 4 لقاءات لا تقل صعوبة عن المباريات الأخيرة واللي لعبها الفريق في بطولة الدوري العام. كابتن سامي قمصان نكمل في حديث، واحنا مكملين مع تصريحات الكابتن سامي قمصان، وبيقول الموسم الحالي هو موسم استثنائي. اكيد كلمه استثنائي دي سمعناها في كثير من البرامج وحتى على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى في مواقع الرياضيه، وانه موسم استثنائي في كل شيء، في البطولات، في تلاحم المباريات، حتى في بطوله افريقيا اللي مصر بتنظمها، بالتالي هي كمان يعني طولت من عمر بطوله الدوري الممتاز. كابتن سامي قال ان جدول المسابقه في الموسم الحالي استثنائي، وده من خلال طبعا انه لما يجي يبص الى ترتيب الفرق المهدده بالهبوط بيقول ان ده بيزيد صعوبه المباريات ورغبه الجميع، وان هو طبعا كل الفرق عايزه يعني اكيد الفوز او التعادل، الخساره بتكون اخر شيء بيفكروا فيه، وبالتالي مفيش فرصه قدام الفرق اللي موجوده اللي بتصارع على الهبوط الا الفوز او التعادل. كابتن سامي قال كل الفرق ايضا بتقاتل، والنقطه بقى تمنها غالي جدا جدا من الامطار الاخيره من عمر مسابقه الدوري الممتاز، لكن اكيد بيتمنى ان النادي الاهلي هو اللي يفوز بلقب الدوري رقم 41 في مسيرته. كابتن سامي ايضا بيقول تصريح انه بيطالب الجميع باللعب النظيف وعدم التحيل. هنعرف يعني ايه اللعب النظيف وعدم التحيل، ان كابتن سامي قال لازم يكون موجود اللعب النظيف في المباريات من خلال عدم التحيل من اي فريق لاضاعه الوقت، وخاصه ان كره القدم منافسه شريفه بين جميع الفرق، ومن حق كل الناس انهم يؤدي او كل اللعيبه انهم يؤدوا بروح قتاليه في الملعب من اجل ادراك الهدف اللي كل فريق بيسعى ليه. كابتن سامي ايضا اكد ان طبعا تجاوز العقبه الصعبه على سموحه والتركيز دلوقتي أصبح منصب خلاص على مباراة إنبي.